خويا الله يرحم لك الوالدين، ما تبقاش تقول راه ما كاينينش بنات الناس. بنات الناس راه كاينين، غير هما بنات الناس ما عندهمش الفورمه ديال بنات الحرام. دابا ندخل عندكم للدار ونمشي للكوزينه ديال اي واحد فيكم، غادي يلقى عنده واحد الميكه عامره ببزاف ديال الميكات خاويين، ونتحدى المخير فيكم يقول لي ما غتلقاهاش. اخيب حاجه تقدر تطرى لك في هذه الحياه هو يكون باك معصب ويقول لك سير جيب داك الزمر من البيت الاخر. يا ويلك وما تعرفش شنو هو الزمر. دابا تخيلي معايا انتي مراتي، واحد النهار كنتي مسافره ورجعتي للدار على غفله ولقيتيني انا وحده، دخلت عليك بالله اش غديري؟ اي لما جاوبتيش غيبقى عليك التقليد. اي لا تخاصمتي مع المراه وما بقاتش باغا تهضر معاك، ادخل الكوزينه وزير البوطه مزيان، حق الله العظيم تجي تهضر معاك بزز منها. دابا هاد الفيروس هذا اللي سد القهاوي ووقف الكوره وجلس الرجاله كاملين في ديورهم، ما يكونوش العيالات هم اللي يصيبوه؟ أراشيد العلالي كيتسنى غير امتى يسالي هاد الشي باش يجيب دنيا واحساس في رشيد شو. والناموس ديال المغرب كطفي الضو كيجي كيقرا معاك الميساجات. واحد خاينه بغى يدلع مراتو، قال ليه انتي راكي حمامه، قالت ليه لا انا غزاله، قال لها المهم راكي حيوان. هادوك ما سميتهمش لي كوبل، هادوك سميتهم الزاني والزانية. غا بلاتي على تواصلكم ما حد يسيري بطير، غادي نبقى نفكركم غا في عذاب القبر. واحد خينا كيشرب شراب كريدي، ديك النار مول بيسري قال لي الا ما خلصتينيش ما غنسمعش لك غدا قدام الله، قال لي الا كنتي راجل جبد داك الموضوع تما. دابا انا بغيت غنعرف هادوك البنات اللي كيغطيو وجههم وكيبينوا لينا المؤخره ديالتهم في التيك توك كيشطحوا، دخلت عليكم بالله شنو هي الرساله اللي بغيتوا توصلوا لينا؟ والله يا تواصلكم اللي غادي تموتوا غيدفنوكم واقفين على بلاتي. اللي مزوج جالس مع مراته، واللي خاطب كيهضر مع خطيبته، وانا يا جالس مع جدي ضاربو الزهايمر كل مره يقول يا ولد من انت. انا كيف قاسني داك خينا اللي كيبقى البنت ديما يقول لي هل تبدلتي على ما هي استعمال الزمان. من اللي غيسالي الحجر الصحي وغتفوت كورونا غادي تبدا تسمع 560 حالات زواج، 500 حالات خطوبة، 5000 حالة ديال الطلاق، إن لله وإنا إليه راجعون. الله يعطينا شعور الرام ديال الفلوس في هاد الليل انا وهادو اللي فايقين، اما هادوك اللي ناعسين بركة عليكم على الاستقرار النفسي اللي نتوما فيه. واحد السيد كبير في السن قال لمراتو علاش ما نرجعوش ايام زمان، انا غادي نمشي للجرده نتسناك تما تجي عندي ونعيشو الذكريات. امشى للجرده بقى كيتسنى فيها ساعه ساعتين ثلاثه السوايع ما جاتش، رجع للدار لقاها جالسه كتفرج، قالت علاش ما جيتيش؟ قالت ليه ما خلاتنيش ماما. نهار 24 ماي كاين عيد الفطر، كلشي غيتباس وغنعاودو من الاول. الله يطول لينا في هاد الحجر الصحي بحال مسلسل سامحيني، قولوا امين. اسيروا البنات الله يزوجكم في هاد الليله، قولوا امين، واللي ما قالتش امين بغيت لها الزلزال نهار عرسها. اشوف يا اختي غاسيري معاه بالنيه ديالتك وكوني معاه بنت ناس، حق الله العظيم تيعرض عليك العرسو.
أكاينين شي بنات من كثرة ما كيتفرجوا في المسلسلات التركية، حق الله العظيم تحطهم في إسطنبول يوريوك الطريق. عقلت البنات فاش كنتو في الابتدائي كتمشيو تجيبوا النتيجة بالتكشيطة. الأعراض ديال كورونا بحالها بحال الأعراض فاش مراتك كتقلب لك التليفون، السخانة، التوتر، العرق، الآلام في الصدر، الضيق في التنفس، ثم الغيبوبة. هادي واحد الطلبة كطلب، داز من حداها واحد الأستاذ، قالت لي الله يرحم الوالدين لما عاوني باش نفرح الوليدات، قال لي سيري قولي ليهم باللي غدا ما كيناش القراية. المغرب هو البلد الوحيد اللي كيطلبوا لك تجيب شهادة الحياة حيت عارفين انك ما عايشين. أكاينين جوج في الدنيا عمركم تيقوا فيهم، المرشح نهار الانتخابات والعريس نهار الخطبة. دخلت عليك بالله بغيت غنسولك، فاطمة واش ماماك ولا خالتك ولا عمتك؟ أو واحد جدي من نهار سمع كورونا كتقتل الناس الكبار ولا كيتفرج غير في الرسوم المتحركة. البنت المغربية من اللي كتبغي تخاسم مع خوها كتبدأ عليه الحمار، الحيوان، الكلب، غير كيوقف وكيتم جاي عندها كتعيط ماما. اللي فيها هاد القاعدة تخلي ليا كومون طير. أول مرة كليت فيها المعجون حصلوني الدار كنهدر مع الرشاشة ديال الدوش وكنقول ليها انتي صافي صافي علاش سيرة تبكي. اشوف تي في جابت لينا اكش وان اكن وان وجابت لينا الدنيا واحساس، انا بغيت نعرف هاد شوف تي في واش جريده او السبيطار ديال الحماق. كنكون قاعد انا ومالين الدار كنتفرجوا في شي فيلم اكتجي شي لقطه خايبه كاع مالين الدار يدوروا يشوفوا فيا بحال انا هو المخرج. كنت صغير كنقرا في السكويله سولاتني الاستاذه قالت لي شنو هو الدم بالفرنسية، قلت لها هو لا غيغل. واحد صابغ شعرو داير طنقه في ودنو لابس تيشورت في الغوز وكيقول لك من الفوق ما بقاوش بنات الناس، اسيدي راك حتى هو بنت الناس غزاله كتحمق. فتاة اليوم إذا تزينت فتنت، وإذا ابتسمت سحرت، وإذا طبخت إن لله وإن إليه راجعون. واحد البنت قالت لباها ملي يجي يخطبني ياسين النهار الخطبه اشنو غنطلبوا منه، قال لها ملي يشوفك ويقبل عليك غادي نطلبوا منه المسامحه في الدنيا وفي الاخره. هذاك الشيء اللي ما قدرتيش ديريه اخويا راه دارتو كورونا، جات من الصين ودخلت اختك لداركم ونعمه التربيه. اكبر من حوش في هاد الايام هو الشفار، الديور عامرين والزناقي خاويين وفيهم البوليس، ولا بغى يتوب الجوامع مسدودين. احنا العروبية عندنا كاع ما يعرفوا يسكروا، وديك النهار عروبي ضرب 4 ايطر و8 ايام وحرات بلا الزريعة ويتعير مع الحمار ديالو، دير امك المشية ديالتك تبدلت. الوالدة أحسن رابور في العالم، أتمشي حتى تعصب تكلاشيك شي كلاشات حق الله العظيم تتخليك تجمع في كرامتك مدة ديال 10 سنين. واخا تشرب أغلى شراب في العالم غادي تدخل جهنم مع أصحاب الماحية. او واحد خايتي طلعت للطاكسي ويقول لها مول الطاكسي فين غدا لالا، قالت لي ما قلت حتى الراجل اللي عاد نقولها لك انت.
واحد العروبي بحالي طلع للطياره، جابت لي ديك السيده اللي كتسر بي واحد طرف ديال اللحم وجوج برقوقات كلاهم، هو يقول ليها طاب غطفي البوطه وحطها لينا نتغداو. انا كتسالي معايا ديك خيتي اللي كتقول صحيبها انا هي فارسه احلامك، ونودي الله يجيبك على خير هذاك راه عنده نادي الفروسيه. وش عيالات ما خلاو فوقها، ما خلاو شوافات، ما خلاو سادات، ما خلاو حتى بلاصه باش رجالتهم يجلسوا لهم في الدار. جات كورونا وجلست الرجاله كاملين في الدار، ولاو دابا الرجاله يجفوا ويصيقوا ويطيبوا، ولاو يصيبوا البغرير، ولاو يصيبوا حسن من العيالات. مع هاد الشهرة اللي عندي وهاد الجمال اللي عطاني سيدي ربي، النهار تشوفوني نتوما البنات في الشارع انا متأكد باللي غادي نجيو تخاطفوا عليا. هاد واحد خاينة ركب في الطيارة ساري ياكل، جالس حدا واحد العروبي، اشوية مشى للطواليط تزير، مشى للطواليط ملي رجع لقى داك خاينة اللي حدا ضرب كل شيء، قال لي واش شريف وانت فين الشليدة وفين التفيفيحات؟ قال لي راه قال لي راه صاحبك هوتي. هادي واحد خايتي مشى دوز لبيرمي، جالس حداها المونيتور سير كيو يعلم فيها، قالت لي دابا الا هزيت رجلي على الكسيراتور اش غادي يطرى؟ قال لها غتسكت الطوموبيله. وقالت لي الا هزيت رجلي الاخرى على الامبرياج؟ قال لها غتسكت. قالت لي الا هزيتهم بجوج؟ قال لها غادي تاخذ البيرمي درك. اعطيني نمرتك رانا بغيت نصيفط لك واحد الدعاء في الواتساب، وإلا ما بغيتيش اعلمي ان الشيطان قد منعك. الدريات ما بقاوش باغيين يتزوجوا حيت كيسمعوا داك الديسك ديال فرحي قال لا وسعدي قال لا وزوجت وليدي وحقيت اللوم عليا. ياك خالتي انت تحيدي اللوم عليك وتلصقي فيها هي. هاد رمضان ما غادي نشربو حريرة حد، ما غادي يشرب حد حريرتنا، كل واحد غادي يقابل غا حريرته، لأن القضية بحر حرق غالله يخرج هاد الحريرة بخير وعلى خير. واحد خاينة تبوق ومشى لواحد الموت، سولهم قال لي ماد مرحوم فاش كان خدام؟ قالوا لي كان خدام حفار القبور. قال لي سبحان الله العظيم من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. واحد الاب جو عنده وليدات وجوج، قالوا ليه بابا شري لي البيكالة، هو ما عندوش الفلوس. قال لهم عندي لكم واحد الحل، انت غادي تركب فوق ظهري اخوك غادي يركب فوق ظهر ماما وغادي نبقاو نلعبوا، ابقاو كيلعبوا توصل الليل وعياو شويه في الليل، او مشى الدري عند خوه ويقول ليه ونوض نوض بابا راه راكب لك فوق بيكالتك دابا يهرسها. الراجل المغربي ما كيتسوقش لمراته العام كامل، وملي كيوصل رمضان كتلقاه كيسول فوقها واش البوسه حلال ولا حرام. كيف قسوني داك النوع اللي كيقول لك انت راك كوميدي خاصك دير الكوميديا وتمشي للستاند اب، ورا انا درت الكوميديا باقي البحر ما كاينش في الجديده. هادي واحد المرأة قالت لراجلها غمد عينيك، ملي غمدهم سألته ماذا تريد؟ قال لها راه كنشوف غدا الماء. قالت لي هادي هي حياتي من نهار عرفتك. نبغيكم نهار 19 نتوما كاملين تطفيو التلفازة باش نخرجوا نهار 20 ما في روسنا ما يتعاود. اما كاينش اللي مزير في هاد الحجر الصحي قد دوك الدراري والبنات اللي كيكميو بالتخابية على دارهم، وانتوما حلو اللي مشيش راجي مخليهم يقضيو الغرض. سأل الشيخ الفتاة ماذا تفعلين عندما يضيق صدرك؟ قالت لك الرخي الصوت يا مات.
وياكم تزوجوا هاد العام، راه العرب عندنا واعرين غيسجلوها في التاريخ وغيقولوا فلان جاب فلانة في عام كورونا. هذه كلمة كان بغيك اللي كيسمعوها العيالات من عند الرجالة، راه حق الله العظيم ما يتيقوا بيها، راه كيقادوا بها غير المورال. أدابا إلا طلبت منك تشيري عليا بشي حاجة كاين حداك على اليمن، باش غير تشيري عليا اللي في الكوزينة تكيس عليا.